عمر أحمد البشير رئيساً للسودان لمرة أخرى منذ ربع قرن، رئيس ب 95% من الأصوات في الانتخابات الأخيرة السودانية التي قيل الكثير حول نزاهتها وقيل الكثير حول الأرقام الصحيحة للمشاركة التي تقول بعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي بأنها تقل كثيراً عن نسبة 40% النسبة الرسمية التي أعلنها النظام أو أعلنتها الخرطوم. بداية الخبر، مراسلة من مراسل مونتي كارلو الدولية في الخرطوم إسلام عبد الرحمن البشير رئيسا لمرة أخرى للسودان، نستمع. بدون أي منافسة وبفارق كبير عن منافسيه 13، فاز الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير في الانتخابات الرئاسية السودانية بنسبة بلغت 94.5% بحسب ما أعلن رئيس مفوضية الانتخابات مختار العصم في مؤتمر صحفي. حصل عمر حسن أحمد البشير مرشح المؤتمر الوطني على عدد أصوات 5,252,478 صوت بنسبة 94.5%. فيما حصل أقرب منافسي البشير فضل السيد شعيب من حزب الحقيقة الفيدرالي على نسبة 1.43%، وقد اكتسح حزب البشير غالبية مقاعد البرلمان بنسبة فاقت 75%، محققا 323 مقعدا من جملة 426 مقعد. فيما حقق أقرب منافسيه الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة المرغني 25 مقعدا فقط، وهو ما يعني انفراد حزب المؤتمر الوطني بالسلطتين التنفيذية والتشريعية. هذا وقد بلغت نسبة المشاركة 46.5% من جملة الناخبين البالغ عددهم 13 مليون ناخب. وكانت الانتخابات قد شهدت إقبالا ضعيفا وقطعتها أحزاب المعارضة السودانية باعتبار أن الظروف غير مناسبة لتنظيم الانتخابات في البلاد. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية. ومن الخرطوم إلى استوديوهاتنا هنا في باريس نرحب بك ضيفنا محمد الأصباط، أنت صحفي ومحلل سياسي سوداني، أهلا وسهلا. أهلا بك وأهلا بمستمعين متكارلو. أهلا وسهلا، هذا بيتكم. يعني قبل أن ننتقل لكي نستقي آراء المستمعين الكرام وهم كثر الذين يريدون المشاركة في هذه الحلقة لإبداء الرأي حول هذه الانتخابات السودانية، هل من تعليق؟ بكل تأكيد، يعني كانت هذه الانتخابات في مجملها هي تزوير لإرادة السودانيين أكثر من قبل أن تحتري عمليات تزوير تفصيلية. الأرقام التي أعلن عنها مفوضية الانتخابات هي تتعارض كثيرا مع الحقيقة الماسرة التي شهدها السودانيين والتي نقلتها وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي، وحتى ذكرها مراقبون مشكوك في قدراتهم كمراقبين كالاتحاد الأفريقي الذي ذكر بأن نسبة المشاركة تتراوح ما بين 30-33%. وبالتالي العملية في مجملها هي عملية تزوير لإرادة السودانيين، قطعتها غالب القوى الحية في المجتمع، قطعها المواطن العادي، زهد السودانيين في العملية الانتخابية في مجملها، وبالتالي هي ظاهرة إعلامية ليس أكثر ولا أقل. طيب وش رأيك في الرقم؟ تقريب 95% من الأصوات، هل من تعليق على الرقم؟ بكل تأكيد هذا الرقم هو يشبه يماثل أرقام الاستبدادين والشموليين والشموليين يعني كل الشموليين ما سمعنا ب 95. كل الشموليين يتحدثون عن 95-99%، هم كانوا أكرم من غيرهم يعني في استفتاء البشير، أنا يمكن أسميه استفتاء هو ليس انتخابات. 5% لكل المعارضة التي قاطعت. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، طيب ألم يجد البشير نفسه وحيدا في الحلبة؟ أليس من مسؤولية هذه المعارضة أنها قاطعت هذه الانتخابات، وبالتالي من مسؤوليتها أنها عززت هذه النتيجة الكبيرة للرئيس البشير؟ هو بكل تأكيد هذه المقاطعة لم تكن مقاطعة سياسية بالمعنى السياسي، صحيح هنالك محاولات من ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى؟ هي مقاطعة شعبية، هي أشبه بالعصيان،
الشعب السوداني في حالة عصيان من كل عمليات ومخرجات العمل السياسي في السودان. لا توجد عملية سياسية طبعا، لأنه السياسيين غير مسموح لهم بممارسة السياسة، النشطاء في المعتقلات، قانون الأمن الوطني والمخابرات ينتهك حقوق الإنسان وحريات العامة، لا توجد حرية تعبير، لا توجد حرية تنظيم، وبالتالي العملية في مجملها هي ليست عملية سياسية. طيب خلينا نفهم هذا الكلام شوي، لأنه كلام مثير للاستغراب فعلا. ألم يجتمع السياسيون ومنهم الصادق المهدي الذي يعني نفي وابنته سجنت وإلى آخره، ألم يجتمعوا على أن البشير هو أصلح إنسان اليوم في الوقت الراهن لكي يتقدم للرئاسة؟ ألم يتفقوا على هذا؟ ألم تدعم المعارضة التي قاطعت الانتخابات ترشح البشير لخلافة نفسه؟ كيف نفهم هذا؟ لا طبعا هذا الكلام في مجمله غير صحيح. الصادق المهدي في حركته السياسية أحيانا يقترب من الحكومة من المؤتمر الوطني وأحيانا يبتعد عنها. محمد عثمان المرغني هو يعني شريك في هذه الحكومة، وحزبه شارك في الانتخابات وأيد ترشيح البشير، ولكن غالب مكونات المجتمع السوداني السياسية والاجتماعية والتنظيمية. نتحدث عن السياسيين لأنه هنا أكادوا أجزم بأن هناك هو بين السياسيين المعارضة السودانية تحديدا وبين الشعب السوداني، ما رأيك؟ بكل تأكيد أنا قلت لك في عملية زهد شعبية من العملية السياسية في مجملها، سواء كانت المعارضة أو الحكومة. صحيح لحد لسبب أو لآخر المعارضة أكثر قربا من المزاج الشعبي من الحكومة، ولكن هنالك مزاج شعبي عام زاهد في العملية السياسية، لأنه لا توجد عملية سياسية كما ذكرت. الآن في السودان القوى الشبابية وهي القوى الحية مثل حركة جريفنا والتغيير الآن وشرارة وغيرها من الحركات الشبابية، وهي التي تحرك الشارع، وهي التي قادت هبة يوليو 2012 وهبة سبتمبر 2013. هؤلاء الشباب الآن يتعرضون لتضييق ويزج بهم في المحتغلات، ويتعرضون لتعذيب، ويتعرضون لانتهاك واسع لحقوقهم وحرياتهم. الصحافيين، هنالك تضييق على حرية التعبير في السودان. وصلت الجرأة بجهاز الأمن في السودان أن يحدد للصحفيين ماذا يكتبوا. أذكر أنا في سبتمبر 2013 كان بتأتي توجيهات من جهاز الأمن، أكتبوا مخربين ولا تكتبوا متظاهرين، اكتبوا لا تكتبوا شهداء بالنسبة لضحايا سبتمبر. وبالتالي لا توجد عملية، لا توجد ابتدائيات التي توفر مناخ لممارسة عملية سياسية. هل فقدت، وهذا السؤال الأخير قبل أن ننتقل إلى المستمعين الكرام وهم الأولى بأن نستمع إليهم اليوم، هل فقدت المعارضة السودانية إلا النظر القليل مصداقيتها وهي تتعامل في هذه الخطوات التكتيكية غير المفهومة تارة مع النظام وطورا ضده؟ بكل تأكيد المعارضة السودانية هي في أزمة. الآن هذه المقاطعة الشعبية، هذا العصيان المدني الشعبي وفر منصة حقيقية لتغيير حقيقي في السودان، إذا كانت المعارضة السودانية تمتلك الإرادة والخيال السياسي. الآن توفرت لها منصة، هنالك موقف إقليمي وموقف دولي مناهض للعملية الانتخابية ومناهض للسلطة، وهنالك موقف شعبي شبه شامل مقاطع للعملية السياسية في مجملها. بالتالي الآن توفرت منصة لهذه المعارضة إن كانت تمتلك إرادة سياسية أو تمتلك خيال سياسي لإحداث تغيير حقيقي في السودان. سنتحدث عن الذي يمكن أن يمتطي هذه المنصة، هناك الكثير من المشاريع المتضاربة في السودان، سنعود إلى هذا الموضوع. نبدأ بداية بمستمعينا الكرام، نأخذ قبل ذلك جينجل شيخ زكريا. مونتي كارلو الدولية في جوبا معكم حول الحدث 90.4 FM. الساعة الآن في الخرطوم هي 3:29. نأخذ معنا عبر الهاتف سيد نزار عثمان الكباشي. أهلا بك يا أستاذ نزار. أهلا، تفضل. يا أهلا وسهلا، تفضل. تسمية جدي، أنا سمعت إلى المتحدث الذي كان يتحدث قبلي. أنا أود أن أختصر المسألة. المشكلة السودانية أن اتفاق حزب المؤتمر الوطني في الساحة هو السبب الذي جعله يضع المعيشة، أي أن الأحزاب الأخرى فقدت أو تلاشت أو قعدت أو بين نقول ما نقول عنها. هذا هو السبب الرئيسي الذي جعل المؤتمر الوطني يكون على سبيل الحكم ويكون هو الحزب الأكبر والحزب الأعظم.
وعدم وعدم الصوت كما قلت لك ان الحجاب السياسي فشلت في التخاطب مع قواعدها حتى تجعل لها اسما وتجعل لها رمزا وتجعل لها مسافه بين المواطنين، واصبحت تستكل على المواطن لكي يقوم بغلب النظام. يعني الحجاب السياسي صارت تنفخ على التقنيات، وحتى الانتخابات تحقق كثير من العام 2010 كل الناس يعلمون من 2014 طيب ما تعليقك على هذه الانتخابات؟ ما تعليقك على هذه النتائج؟ أنا أرى أنا تقييم يعني بعيدا عن الأرقام، ولكن أرى إنه لا غرابة أن تكون العام في صلاحي، لأنه مثل البشير في التسير في خارج السودان كثيرة جدا. ممكن تحكي بشويش لأنه لا أستطيع أن أفهم جيدا ما تقوله، الخط غير واضح، أحكي بشوية من فضلك. نعم. أنا أقول لك أن يعني الأرقام التي ذكرت لا غرابة فيها، يعني قد تكون هي الأرقام الحقيقية وقد تكون هي ليست الأرقام الحقيقية، ولكن لماذا نقول قد تكون الأرقام الحقيقية؟ قد تكون الأرقام الحقيقية لأن حزب المؤتمر الوطني هو الحزب الأوحد، هو الحزب الكبير، هو حزب السلطة، هو الحزب الماسك نظام الأمر، فلا غرابة أن تكون درجة التصويت لهذه الأرقام التي ذكرت. نعم. خصوصا أن الرئيس البشير يتمتع بشعبية جارفة في المجتمع الصناعي. نعم، فإذا هذه الشعبية قتلت من شخصيته مثلا، أكيد شخصيته هو خفيف الظل ويشاع أنه يعني والله يروح للعزاء للناس ويروح يأكل معهم ويقعد معهم، هذا أكيد، لكن ماذا عن سياسته؟ أليس الرئيس مريضا؟ أليس الرئيس منهكا بعد ربع قرن من حكم السودان؟ والله يعني تتباين الآراء في رأي عن الشخصية البشير، ولكن أنا أتحدث عن الحزب كحزب، حزب المواطن معروف بأنه يعمل، هو الحزب الذي يعمل، يعني كان يؤدي الانتخابات منذ فترة في الوقت الذي تكالبت فيه بعض الأحزاب وأصبحت ترفض كل أشكال الحوار أو كل أشكال التنظيم باعتبار أن المواطن الوطني صايد. ألم يفرض المؤتمر الوطني، معلش خلينا نفهم، وهذا سؤالي الأخير قبل أن ننتقل إلى مستمع آخر وأشكرك على يعني رأيك، فإذا سؤالي هو ألم يفرض المؤتمر الوطني أو دعا إلى الوثبة التي يعني أعلنها البشير وإلى الحوار، ولكنه في الوقت نفسه لم يتوقف على اعتقال معارضيه ولم يتوقف على كبت أصواتهم برأيك؟ أنا برأيي أن هذه كلها تلفيقات من الحزاب المعارض، لأن الحزاب المعارض أصبحت تعول على 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 استبداد النظام وعلى الشمولية وإلى آخره، وهذه الشعارات البالية التي تحاول أن تدغدغ مشاعر الشعب السوداني، يعني المعروف بأنه يعني لديه خطوط حمراء في بعض الأشياء لا يتجاوزها، ولكن حينما تصدر المعارضة مثل هذه الطرحات ومثل هذه الأكاذيب، الغرض الأساسي منها هي استفزاز الشعب السوداني واستفزاز الشارع العام ليثور على الحكومة وعلى غلب النظام، وهذا ما يتمنوه، وهذه أعتقد أحواء شخصية ليس إلا. وأنت تؤيد هذا النظام وتريد له البقاء؟ أنا أؤيد هذا النظام وأريد له البقاء نسبة لعدم وجود المنافس الحقيقي، لقد فشلت كل الأحزاب حتى الأحزاب القديمة، الحزب الأمة أو الحزب الاتحادي أو الحزب الشيوعي الذي يتداعب أو الذي يدعي أنه له أصول أو له قواعد السودان، فشلت هذه الأحزاب في 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 التكيف مع نفسها حتى أطرح برنامجا مغنعا لي أنا كمواطن سوداني أن أغير وجهتي اليوم الأيام من هذا المؤتمر أو هذا الحزب غد، يعني كما يقال أجمل تليل وجوده، فهذا يبعيد بطبيعة الحال أن أنسحب إليه وأن أنضم إليه، ولكن في عدم وجود طرح سياسي أو أحزاب سياسية بالقوة أو بالمكانة أو بالمكانة التي تجعلها تنافس حزب المطار الوطني، أنا أعتقد أن حزب المطار الوطني الأغدر وهو الأنسب لقيادة هذه. شكرا جزيلا لك سيد نزار عثمان الكباشي المستمع، كنت معنا مباشرة من الخرطوم، ونربط الاتصال أيضا من السودان مع مستمع آخر معنا عبر الهاتف من السودان، سيد عبد الرحيم المرغني، أهلا بك سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. وعليكم السلام والرحمة. من فضلك هل علقت على نتائج الانتخابات 95% البشير رئيس للسودان مرة أخرى؟
في الحقيقة عدد المسجلين 13 مليون. طيب. عدد 13 مليون شخص. أيوة من بعد. وعدد الذين صوتوا في هذه الانتخابات 4 مليون تقريبا حسب ما ذكروه حسب ما ذكرته المفوضية الغربية للانتخابات. نعم. بالأرقام هناك20 مليون لم يصوتوا في هذه الانتخابات. نعم. الآن عدد سكان السودان 35 مليون نسمة. فإذا ألو عدد الذين صوتوا أربعة نعم معك عدد الذين صوتوا 4 مليون المقاطعين للانتخابات 22 مليون. أوكي كيف نفهم من كل هذه الأرقام التي أعطيتها لنا؟ طبعا أنه لا 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 الشعب غير راضي عن سياسات النظام والبشير. هل تقول بأن هذه الانتخابات هذه نتائج مزورة؟ أكيد مزورة لأنه أنا أعلم جيدا أن هناك أشخاص ميتون وأشخاص ليس لديهم حق التصويت لهم. طيب شكرا جزيلا لك يا سيد عبد الرحيم مرغني، كنت مباشرة معنا من الخرطوم. نأخذ اتصال آخر من الإمارات العربية المتحدة. هل معنا السيد نبيل شكور؟ أنت مستمع سوداني من الشارقة، يا أهلا وسهلا. ألو ألو يا سي نبيل، لا حياة لمن تنادي، معلش نعلق شوي. استمعت إلى ما قاله المستمع نزار عثمان كباشي، ممكن سيكون لدينا تعليق بأن هؤلاء الذين يدعمون النظام ويرونه بأنه أرحم ألف مرة من هذه المعارضة المنقسمة على نفسها، هو أفضل خيار اليوم للسودانيين في ظل عدم حالة الفوضى التي تعيشها المنطقة. ما رأيك في هذا الكلام؟ وطبعا عفوا من حقه أن يؤيد حزب المؤتمر الوطني، هذا حق مشروع، ولكن ليس من حقه أن يكذب حقائق أثبتتها الأيام وأثبتتها الوقائع. مثلا اعتقال الأستاذ فاروق أبو عيسى رئيس هيئة الإجماع الوطني، رئيس المعارضة، اعتقال الدكتور أمين مكي مدني رئيس تجمع كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، اعتقال فرح العقار القيادي بالمنطقة النيل الأزرق، واعتقال عدد كبير جدا من الشباب ومن الصحفيين ومن الناشطين. هذه حقائق لا يستطيع أن ينفيها. تراجع السلطة، تراجع البشير عن الحوار مع معارضيه فيما يسمى الوسبة، هذه حقيقة ماسرة لا يستطيع أن ينفيها. التضييق على النشطاء والسياسيين وعلى حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية التنظيم، هذه حقائق ماسرة لا يستطيع أن ينفيها. الأزمة الاقتصادية وفصل الجنوب والحروب في ثلاثة مناطق في السودان، في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، هذه حقائق لا يستطيع أن ينفيها. إذن العنوان الأبرز لتجربة البشير هي الفشل، العنوان الأبرز لحزب المؤتمر الوطني هي الفشل. وبالتالي هذه الانتخابات أيضا معطيات بسيطة، تفصيلية بسيطة جدا. إذا سلمنا بحديث المفوضية الانتخابات 6 مليون شاركوا في العملية الانتخابية من 35 مليون، هذا يعتبر فضيحة. لا أنا بعرف سودانيين يقول لك والله البشير سمباتيك وإنسان يعني دمه خفيف وإنسان قريب من الشعب وإنسان بيحكي معهم بلغتهم. طيب أنا أعرف آلاف قتلوا يعني حسب وثائق الأمم المتحدة، أكثر من 300 ألف قتل. من الذي قتلهم؟ هو المسؤول في نهاية المطاف. يعني إذا وجدت 4 أو 10 أو 20 أو 100 قالوا أن البشير دمه خفيف الظل ويرقص وهكذا، هل هذا يعني أنه هو الأفضل لحكم البلاد؟ في عهد شهدنا انفصال جنوب السودان، في عهد حرب دارفور ماتوا فيها أكثر من 300 ألف، الآن طائرات الأنتونوف تقصف الأطفال في الغرة في جبال النوبة وفي جنوب كردفان. يا سيد محمد الأصباط، أنت محلل سياسي صحفي، هل أنت معارض؟ أنا لدي موقف السياسي المعارض للحكم، ولكن هنا أنا أتحدث كمحلل سياسي، أنقل ما أعرفه وما أشاهده.
طيب ما دام وضحت لنا الامور سنعطيك الكلمه للتعليق. فاذا ناخذ اتصال اذا من الامارات العربيه المتحده. هل معنا سيد نبيل شكور من الشارقه؟ نبيل شكور من الشارقة. نبيل شكور حزب المؤتمر السوداني. أهلا أهلا يا سيد نبيل. قلت لي بأنك تابعت الانتخابات، سير الانتخابات في الإمارات، ولديك تعليق اليوم. أرسلت لي صورة تقول بأنها مهزلت 95%. كيف سارت الانتخابات وما تعليقك اليوم؟ هي في الحقيقة لم تكن هناك انتخابات، هناك كانت عبارية عن عبارة عن مسرحية. البشير هو يعني ياخذ الوطن رهينه لاستمراره في السلطه، ياخذ كل الوطن الرهينه. هو من الجبانه بمكان خفه الظل والضحكه، هذه ليست مؤهلات الرئيس. الرئيس لا يفترض فيه ان يكون خفيف الظل ويضحك مع الناس. الرئيس ينفذ برنامج اقتصادي ينقذ شعبه من الضنك والعوز. الرئيس يوقف الحرب. عمر بشير كان السبب الرئيسي في انفصال دولة جنوب السودان. عمر بشير هو السبب الرئيسي في محرقة دارفور. عمر بشير مطلوب لمحكمة الجنايات الدولية. عمر بشير عقب أمام طموحات وأمام الشعب السوداني. الرئيس لا يستطيع السفر، ماذا يستفيد منه الشعب؟ إلى جاكرتا لم يستطيع لأنه لم يعطى الوزارات الدولية. ماذا يستفيد الشعب من هكذا رئيس؟ لذلك كان الشعب السوداني يعني يرسل له عبر مقاطعته للانتخابات إنذار أخير. الشعب جميعه قاطع هذه الانتخابات استجابة لدعوات المعارضة أو كانت استجابة تلقائية. هل كانت تلقائية أم كانت استجابة لدعوات المعارضة؟ المحصلة أستاذ رمضان، المحصلة حصلت مقاطعة. هناك من يقول إنها كانت استجابة لدعوة المعارضة ولا نستطيع أن ننكر عليه ذلك. السؤال مهم، تعرفوا علاش؟ السؤال مهم، تعرف لماذا؟ لأنه هذا يبين مدى قوة المعارضة في على الواقع على الأرض السودانية، ويبين المشروع المقبل. هل المعارضة قادرة على يعني تغيير ما، القيام قيادة تغيير ما مقبل في السودان؟ نعم. أم أن الشعب السوداني هو الذي يبادر بطريقته وبطريقة يعني غير منظمة؟ دائما كان هذا الشعب هو الشعب المبادر. الشعب السوداني شعب معلم، منه نحن نتعلم في هو المعارضة. وأنا أتحدث عليك، أنا عضو في حزب المؤتمر السوداني، نتعلم من شعبنا، نحن بين جماهير شعبنا نتعلم منه. لكي أكون يعني في منتهى الوضوح والصراحة، كانت هذه إذا كان أعطيناها النسبة، مقاطعة الشعب السوداني للانتخابات كانت عبارة من جهود المعارضة بنسبة 40%، 60% قاطعها الشعب السوداني بصورة تلقائية. الشعب السوداني لا يحتاج انتخابات في الوقت الحالي، ما يحتاجه السودان في الوقت الحالي وضع انتقالي. وضع انتقالي تتواضع عليه القوى الوطنية للذهاب إلى إيقاف الحرب. الهم أو 4 مليون دولار شهريا تستنزف الخزينة العامة السودانية من الحرب التي تدور. طيب في سؤال أخير يا سيد نبيل، ما دمت يعني تؤمن بهذا العمل في صفوف المعارضة، هل تفهم من ينحي على المعارضة هذه الذبذبة وهذا التنح وهذا التعامل، تارة مع النظام والاقتراب منه، وتارة يعني النكوص عنه، وفي كل الأحوال غابت الرسالة الواضحة أمام جموع السودانيين؟ الرسالة الواضحة، نعم هذا كان في السابق، لا أنفي على المعارضة أو جزء من المعارضة لكي نكون في يعني بصورة يعني صريحة، في جزء من المعارضة كانت المواقف متذبذبة. لكن الآن بعد توقيع نداء السودان، القوى المعارضة السودانية متوافقة تمام الاتفاق إنه الحوار مع هذا النظام إذا لم يفضي إلى وضع انتقالي، إذا لم يفضي تفكيك القوى الأمنية والعسكرية للنظام، إذا لم يفضي إلى نظام اقتصادي إزعافي، لن نجلس مع النظام. الآن الشعب السوداني أعطى كلمته وقالها صراحة بمقاطعة الانتخابات. الشعب السوداني لا يريد عمر بشير، الشعب السوداني لا يريد حزب المؤتمر الوطني الذي هو صنيعة السلطة. حزب أتى سنة 1996 الآن تنتزع منه السلطة، لا وجود لمؤتمر وطني، حزب ليس لديه برامج.
مشروع الجزيرة الذي كانت غطله تلبسه حسناوات أوروبا في مطاعم لانكشير والدول الأوروبية الآن أصبح بخرابة تقع فيها البوم، وهذه كانت نتيجة لسياسة المتواطئة الاقتصادية. مشروع الجزيرة لم نكن نعرف بترولا، لم نكن نعرف بترولا، كنا نعرف مشروع الجزيرة، كنا نعرف الزراعة المطرية، كنا نعرف الثروة الحيوانية. شكرا. عموما السودان كما تعلمون يعني غني بثرواته، وهي أكبر من أن تكون فقط البترول. شكرا لك يا سيد نبيل شكور، أنت مستمع سوداني من الشارقة وناشط سياسي. نأخذ اتصال آخر من النرويج، سيد نجوم السنوسي. أهلا بك سيدي. عليكم السلام سيدتي، مرحبا. أهلا وعليكم السلام والرحمة. ما رأيك في هذه النتائج التي تكرس بشير رئيسا لعهدة أخرى أو لفترة أخرى في السودان؟ سيدتي أولا أشكركم على متابعة القضايا السودانية، وأشكر ضيفك أستاذنا الجميل محمد الأصباط. وهذه النتائج ليست حقيقية، متوقع البشير يمكن أن يفوز في أي انتخابات تحت ظل حكومته، لكن لا يمكن أن يفوز في وضع ديمقراطي أجمل. هذا البشير يتحدث عن أن هنالك أكثر من 5 مليون سوداني صوتوا للبشير، من أين لهم بهذه الأصوات؟ أسأل الأستاذ أو الدكتور مختار العصم، من أين لهم بهذه الأصوات؟ هذه الأصوات لا يمكن أن يكون أصوات حقيقية أدلوا بها الشعب السوداني. الشعب السوداني مقاطع تماما لهذه الانتخابات. كما ترون كل الصور وكل الدلائل تحدثكم عن مراكز الانتخابات كانت فارغة. طيب كيف ترى المشهد السوداني بعد هذا الانتصار؟ معليش أنتم تقولون، أنت وغيرك تقولون والله إحنا مقاطعين، والمقاطعة كانت أبرز إنجاز حققه الشعب السوداني، ولكن في الأثناء النظام السوداني يقر بأنني أنا هنا 95% الأغلبية للمؤتمر الوطني. طيب ماذا بعد؟ لا يوجد هناك تنظيم اسمه المؤتمر الوطني، لا يوجد حزب اسمه المؤتمر الوطني الحاكم. نعم 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 نعم، هذه هؤلاء هم مجموعة داعشية إرهابية اختطفت الدولة السودانية من الشعوب السودانية. لا لن نخرج، معليش لن نخرج في توصيفات، أعطيني الزبدة. برأيك ماذا بعد؟ كيف ستتحركون؟ ما هي السيناريوهات المقبلة؟ السيناريوهات المقبلة مزيدا من المقاطعة في كل المؤسسات، كل الشعوب السودانية حتقاطع هذه الحكومة. يعني عصيان مدني. عصيان مدني حقيقة. أوكي. عصيان مدني غائم الآن في مدينة لقاوة، هذه المدينة الصامدة التي لا يعرفها كثير من الشعوب السودانية. عصيان المدني مستمر هناك. شكرا. الثورة غامت في كل الأقاليم السودانية. شكرا السيد نجومي سنوسي المقيم في النرويج، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف. ونستقبل من السودان المستمع الكريم الفكي جاد كريم. أهلا بك السيد الفكي. أهلا بك أستاذ رمضان، وأهلا بكل المستمعين للمقالة. يا أهلا وسهلا. أنت تقول أهلا وسهلا، أنت تقول بأنك تابعت الانتخابات، سير الانتخابات، أنت تقول بأن عائلتك في كردفان يعني تعرضت لل يعني عمليات قتل وتشريد وحرق لمنازل، هل تقاسمت معنا ما الذي حدث، ما الذي شاهدته في كردفان، ثم تعلق على نتيجة الانتخابات؟ تفضل. الانتخابات مربوطة بالذي يحدث في كردفان. الأحزاب المعارضة طالبت بتأجيل الانتخابات لتهيئة الجو سياسيا. في كردفان ليس يوجد جو سياسي لغير انتخابات. قبل الانتخابات أقل من 10 أيام تعرضت مدينة كفيلة في كردفان لغصف من قبل الحركات المسلحة، وكل المنازل دمرت دمار شامل. وحتى الآن صوتوا في الانتخابات، شاركوا في الانتخابات، لم تأتي لهم ولا خيمة لكي تأذيهم. وكيف نظمت الانتخابات إذن في هذه الظروف في المدينة؟ والله نظمت
نظمت انتخابات، والناس حتى الناس تسأل كيف تنظم انتخابات والناس ليست لها مأوى ليأويها. السلطة لها المقدرة تعمل أي شيء. على كل حال بالنسبة لرأيي في الانتخابات، نبدأ من السجل. السجل بدأ السجل نهاية 2014 وانتهى بأقل من 1,000,000 مسجل. السجل بسيط، قاموا رجعوا لسجل 2010 في السودان الموحد كان 10,000,000. الليلة في السودان مفصول كيف يكون سجل 13,000,000؟ من أين أتى هذه الأرقام الكبيرة؟ وثانيا السودان ليس به دستور، مفروض يكون في دستور مفروض عليه من قبل الشعب. الدستور الآن موجود هو دستور انتقالي انتهى بانتهاء لفاشل انتهاء في صالة الجنوب، عدل بأفراد مصلحة الحاكم. الأمن لا يوجد أمن في كردفان والدارفور، بعض الدوائر لا يوجد بها انتخابات. لجامسين شمالا حلايب، الحكومة اعترفت أن بعض المناطق في حلايب تحت سيطرة الجيش السوداني ليس بها انتخابات. ممثل الاتحاد الأفريقي ذكر أن نسبة التصويت هي 3%. الليلة جاءت 46، من وين جاءت مليون 46 دي؟ والمقاطعة كانت ظاهرة في كل وسائل الإعلام، الناس شافت المراكز كانت فاضية وخالية تماما من كل المصوتين. فإذن التصويت يا أستاذة كان ظاهر في خطوات انتخابات، حتى لأنه لا توجد انتخابات في العالم ده كله تستمر عدة أيام. الولايات المتحدة الأمريكية أكبر من السودان بعشر مرات، انتخابات يوم واحد وفي تصل في نفس اليوم. طيب أنت كنت تتحدث عن ظروف الحرب ويعني المشاكل اللوجستية، ممكن هذا يبرر يعني استمرار الانتخابات، لكن بغض النظر عن هذا، ما الذي يمكن أن نستشفه من كل هذه الملاحظات؟ هل عمر حسن أحمد البشير هو رئيسك الشرعي بالنسبة لك كسوداني؟ أنا شخصيا حسب متابعتي للانتخابات وحسب متابعتي للواقع السوداني الآن، هو لا يعتبر يمثل، لا يمثل سوى الأفراد الذين شاركوا له 4,000,000 إذا اعتبرنا فعلا دي نتيجة حقيقية. لا، إذا لاحظنا السودان 30,000,000، 25 مليون، 25,000,000 دي كانت وين؟ طيب. وثانيا أهم من ده كله يا أستاذة، التصويت نجيل كان ظاهر في حتى في الأحداث في بعض الدوائر الجغرافية، ما كان في انتخابات. والأحزاب التي شاركت ذاتها هي باعتبار أحزاب تبع المؤتمر الوطني، هي أحزاب ما عندها وجود أصلا، متحالفة. نديكي مثال واحد. طيب. نديكي مثال واحد يا أستاذة، حزب التحرير والعدالة كان حركة مسلحة تبع التيار السيسي، الليلة فاز في دائرتين وثلاث دوائر. فاز كيف؟ كان في أصلا كان حركة مسلحة وما عنده تواجد، ما عنده شعبية نهائي. طيب أوكي، شكرا شكرا جزيلا. حاجة أخيرة. أيوة تفضل. حاجة أخيرة أستاذة، إذا لاحظنا أتي للنتيجة دي، البشير فاز بنسبة 5,252,478، دي 24% وخمسة من عشرة. إذا جمعنا فاطمة عبد المحمود وعلى موجودة كمستغرين اثنين، تبقى 1%، 55,786 صوت. فإذا لاحظت النتيجة من خلال نتيجة التصويت ظاهر. أن تحاول أجمع النتيجة، خلي كل المستمعين يحاولوا يجمع النتيجة، تجد التصوير ظاهر في النتيجة وتوجد بعض الصبغات في بعض الأصوات. شكرا فإذا شكرا لك الفكي جاد كريم. أنت تقول فإذا التزوير باد في هذه النتيجة المضخمة. قبل أن نذهب إلى سيد محمد طيب علي، سؤال لك يا سيد محمد الأصباط. يعني رأينا بأنه يعني والله السودانيين ليسوا، ما فيش واحد ممكن يضحك عليهم، يعني منتبهين جيدا للأرقام كيف يمكن أن نقرأ هذه النتائج في ظل هذا الاستقالة من العمل السياسي بالنسبة للشعب السوداني بالنسبة للجماهير، وبين كيف نقول بين تضارب الأجندات بالنسبة للمعارضة؟ هو طبعا في، أنا حابب أوضح حاجة أساسية. تفضل. عموما السودانيين، الشعب السوداني في عمومه هو بيسبق السياسيين. يعني مثلا في أكتوبر 1984 الانتفاضة قادوها الطلاب
وبعد ذلك جاءت الأحزاب السياسية والنقابات والتحقت بثورة أكتوبر 1964. في انتفاضة أبريل 1985 هي بدأت أصلاً الشماسة بنسميهم في السودان اللي هم الأطفال المشردين، هم الغادوا المظاهرة، لحقوا بهم الطلاب وبعد ذلك لحقت بهم النقابات وفي النهاية القوى السياسية. الآن لما نجي الناس تتحدث عن المعارضة، المعارضة هي أحزاب سياسية لديها حسابات وترتيبات ولديها تكتيكات واستراتيجيات وما إلى ذلك، ولكن الشعب هو عادة كما هو معروف، أنا أتكلم عن السؤال، لكن في العالم عموما الشعب هو بيسبق المفكرين والمثقفين والسياسيين والإعلاميين وغيرهم. وبالتالي في السودان هذه المقاطعة أنا بقول إنه هي مؤشرات أولية، مؤشرات ابتدائية لعصيان مدني قدم الشعب السوداني أولا. إذا كانت المعارضة بتستوعب جيدا في السياسة وبتبني تكتيكات صحيحة وتحت لها فرصة تاريخية، وإذا كان النظام في المؤتمر الوطني، على فكرة المؤتمر الوطني ليس حزبا حاكما كما هو معروف الحزب الحاكم في بريطانيا أو في أمريكا، لا هو وقبائل. هو حزب صنعته السلطة بعد الانقلاب، يعني هو حزب تم تكوينه بعد الانقلاب، فهو حزب السلطة وليس الحزب الحاكم. هو شأنه شأن الاتحاد الاشتراكي في مصر زمان أو الحزب الوطني في مصر زمان أو الحزب المؤتمر الدستوري اللي مش عارف إيه اللي كان في تونس، هو ليست حزب حاكم أتى حزب تكون ونافس في أحزاب أخرى، لا هو هناك انقلاب عسكري والسلطة العسكرية هي التي أشأت هذا الحزب. حتى هذا إذا كان هذا الحزب يفهم في السياسة ويتواضع على التحولات التي تحدث في المجتمع، هذه المغادرة فيها مؤشرات كثيرة جدا عليه أن يقرأها ليعرف كيف يتعامل مع هذا الشعب. خلينا نسمع للسيد محمد طيب الطيب علي الذي يقول: يا جماعة أنا مواطن سوداني قبل أي شيء. يا سيد الطيب أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام، تفضل قل رأيك. أولا أنا بحييكم جدا وبشكركم على الفرصة. أهلا. بحيي الغامات السبي وكل المشاركين. الحقيقة أنا يعني يمكن من الجيل الشباب، عمري 25 سنة. الوضع السوداني أو الوضع السوداني السياسي ما عجبني كمعارضة أو حكومة. المعارضة تنظر للوطن كأنه هو حكومة لا يجب أن تذهب، الحكومة تنظر للوطن أنه هي الوصي عليه. في كل هذا الصراع يعني أنا من المؤيدين للانتخابات وليس للحزب الحاكم كفكرة. أنا بشوف أنه هي المعارضة بتكرس أول حاجة يعني وجود النظام لفترة طويلة، لأنها بتتعامل بغباء جدا مع كل المعارضة. واتفق مع الأخ بالسبيل في هذه المرولة. أنا رأيي بالانتخابات جريد الوضع العام، وجريد أي شباب قاعدين يتناقش إنه الوضع العام في الوطن العربي أو في العالم حيا كان، يعني ناس مرات بتقول إنه دي النظام هو داري خلق الوضع ده داري هي للناس أو يصور لهم الفكرة بأنه البلد ما آمنة لازم الناس تصوت. لا، أنا بشوف إنه دي حقيقة. الوضع العام في العالم وضع متأزم جدا. الانتخابات الفاتت بجد أنا جريت الواقع من انتخابات 2010 كان في دعم لا دولي. ليه؟ لأنه حتأدي لنتيجة انفصال الجنوب. فنحن المعارضة للأسف هي الأجندة بتاعتها الوطنية بتتلخبط بأجندة عالمية، دي مشكلة كبيرة. الشعب السوداني شعب فهم جدا، بدأ يفهم منه يا أخي إنه المواطن الوطني فيه كثير لا خير فيه، يعني نحن نقول بصراحة في حاجات كثيرة ما خير فيها، لكن استقرار الوطن أهم من إنه المعارضة نحن نبيض أشياء أو نسوي أشياء. استمرار الوطن أهم من أجندات المعارضة. أشكرك على هذه. تفضل كلمة قبل ما نختم. خلاص. كلمة إني أنا يعني عايز أقول إنه النخبة السودانية للأسف منذ الاستقلال فشلت فيما غير الواقع السوداني الأفضل. طيب. لأن نظرة الدولة نظرة ضيقة ولا تتحمل غير ولا تتحمل الأجيال الغالية. أشكرك. الانتخابات عملية إن كان نتراها في مهمة نؤيدها والخطوات التي لديها نتمنى أن تكون. شكرا ناجح. أعطيني دقيقتين هذا اللي أبقاه لكي أخذ تعليقك ضيفنا الكريم محمد الأصباط الصحفي والمحلل السياسي السوداني. هذا الشاب السوداني عمره 25 سنة يقول لك والله أنا مش معني بالمعارضة التي تملك أجندات خارجية، وأنا مواطن سوداني أثق في بلدي وفي الانتخابات مهما كان. وش رأيك؟ بما أنه أنا يعني أطالب بمنح الحرية للآخرين من حقه، هذا رأيه يعني، ولكن العملية السياسية لا تتم مناقشتها بهذا التبسيط. هي عملية متكاملة فيها حرية التنظيم، حرية التعبير، حرية الحركة، حقوق الإنسان، كل هذه الحريات مجتمعة تحقق أو توفر المناخ الطبيعي لممارسة سياسية.
هذه الحريات غير موجودة. لماذا غير موجودة؟ لأن السلطة الغامضة حكومة البشير لا ترى آخرين، ترى نفسها فقط في الساحة، وبالتالي تضيق على الآخرين، وبالتالي تصبح العملية عملية عقيمة. كما هو معروف الحقيقة هي بنت الجدل، الرأيين أحسن من رأي، وثلاثة أحسن من اثنين، وأربعة أحسن من خمسة. ولكن الحزب الحاكم شأن كل الأحزاب الشمولية، شأن كل الأنظمة الشمولية، لا يريد أن يرى أو يسمع أي صوت غير صوته، وبالتالي كانت العملية مشوهة، العملية السياسية في السودان عموما العملية عملية مشوهة. ولكن كما قلت لك، الشعب السوداني هو السباق، هو الذي يحدد مصير الوطن. شكرا لك، سنتابع وسنوافيكم دائما بآخر التفاصيل. من السودان معكم دائما حول الحدث.